لأني وحش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صلي وسلم عليك يا نبينا محمد. كل من يسمعنا يصلي على نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. راح فيكم في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامج خليك وحش، اللي يجيكم كل يوم أحد ويوم أربعاء لمدار ساعة كاملة من الساعة الثانية وحتى الثالثة عصرا. بكون فيها وياكم أخوكم كابتن وليد الخضير من خلف المايك ومن خلف الكنترول زميلي إبراهيم العكيري. اللي حاب يتواصل معنا كل اللي عليك فقط انك تتصل على 011-217-85-85 او 012-61-61-100. اما عن طريق تقدر تشوفنا صوت وصورة، وتوجه ايضا سؤالك عن طريق الانستغرام الخاص فيني كابتن وليد الخضير، او الخاص في الاذاعة اذاعة الف الف اف ام. ايضا اللي حاب يربح جائزة راح نقول لكم وش الطريقة اللي تربح فيها جائزة. عندنا مطعم الركن الصحي الوجبات الصحية، فرصة لك الآن أنك تربح معنا اشتراك تخسر فيه وزنك لمدة شهر كامل مجانا بدون ما تدفع ولا ريال. شهر كامل وجبات صحية يقدمها مطعم الركن الصحي، طبعا عنده أطباق عالمية وأطباق مختلفة وسنكات صحية وأرخص الأسعار، ويحسب احتياجك على حسب اشتراكك. كل اللي عليك فقط كل يوم كل حلقة راح يكون معنا فائز واحد، اليوم راح ناخذ فقط فائزين، الحلقة من الحلقة الجاية راح ناخذ فائز واحد. كل اللي عليك عن طريق الرسائل فقط مش عن طريق الاتصال، تكتب الركن الصحي واسمك وزنك وطولك، الركن الصحي واسمك وزنك وطولك على الأرقام التالية فقط عن طريق الرسائل لو سمحتوا. اللي حاب يربح اشتراك لمدة شهر اليوم فقط عندنا رابحين، اسمك ووزنك وطولك وعلى STC 85-10-40، مرة ثانية STC 85-10-40، زين 70-13-13، موبايلي 66-3-1. ناخذ اتصال نقول علي. ألو يا علي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، من وين؟ بالخير يا حبيب. من وين يا حبيب؟ قلنا بس يعني زي ما قلنا الطريقة اشتراك لمدة شهر مجاني. الآن عندكم فرصة، الناس اللي حابة تخسر وزن وعندها اللي قلنا التحدي بلا تكميم، راح ننزل الآن بالفاصل راح ننزل قائمة على سنابي، سناب كابتن وليد الخضير، راح ننزل قائمة. القائمة هذه كل من حاب يدخل في يعني برنامج أو الجروب بلا تكميم، كل عليك تروح تسوي إضافة في السناب الخاص فيني كابتن وليد الخضير وتصور الشاشة وتجيب الطلبات هذه وتصورها لي عشان قرب انه احنا نبدأ. اوكي، راح انزل لكم في الفاصل قائمة فيها جميع الاكل اللي راح نستخدمه في جروب بلا تكميم، تمام؟ عشان ما تقول عشان بس انا جالس يعني انفذ كلمتي مهما صار معكم. الان بالفاصل ان شاء الله نطلع طالع وياكم عمر، راح ننزل قائمة تصورها وتجيبها وتصورها لي لما تجيبها، عشان أول واحد يصورها راح نبدأ معاه على طول، ما راح أنتظر فلان جاب، لا بقول أصبر العلان اللي يجيبها الأول على طول راح أعطيه برنامج يبدأ فيه، تمام؟ طبعا على حسب وزنك وطولك، ولكن الأغراض هذه ثابتة على حسب وزنك وطولك، تمام؟ أوكي يلا ناخذ عماد. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام، من وين يا عماد؟ الله يمسيك بكل خير ورضا الوالدين. آمين وياك حبيب، تفضل. يا رب. آمين. مع مكة أنا حبيب. هلا بك يا عماد، تفضل يا عماد. تفضل. الله يا أستاذ وليد، شو اسمه معلش على الخاص إذا ممكن. طيب تواصل معي على الخاص. ما عندي رقم جوال. على الانستغرام أو على ال. والله ما هو عندي. طيب خليك مع إبراهيم، يعطيك رقمي وتواصل معي وات ولا يهمك، يعطيك رقم الوات. أبشر ولا يهمك، أبشر ولا يهمك. طيب الآن اللي الناس اللي جالسة ترسل، أوكي عندكم أحمد نعيم، بس أحمد باقي لك تكتب الركن الصحي على أساس أنه لما تيجي الإدارة تفرز تكتب كلمة الركن الصحي وتطلع الأسماء اللي أرسلت. الركن الصحي اسمك ووزنك وطولك، شكرا جزيلا، على صفر على STC 85-10-40 زين 70-13-13 موبايل 66-3-0 واحد. راح أقول لكم الآن طريقة جدا حلوة إذا كان أكلك دايت وصحي وتمارس رياضة، جدا حلوة الطريقة هذه للتخسيس، أوكي جدا حلوة للتخسيس. جهزوا الورقة والقلم، راح أقولها الآن الخلطة هذه. طبعا هي تساعد على إزالة الكرش، ولكن لازم يكون أكلك صحي ولازم يكون تمارينك صح. تمام، الطريقة هذه تجيب موية دافية، تمام، تحط عليها ليمون، عصير ليمون، وتحليها بالعسل الطبيعي، وتحليها بالعسل الطبيعي مش العسل حق البقالات، هذا العسل الأصلي الطبيعي. إذا ما لقيت اللي هو عسل الغابة السوداء اللي موجود في السوبر ماركت، هذا لا بأس فيه إذا ما حصلت الأصلي، وتحط فيها زنجبيل وعرقسوس وتشربها على الريق. تمام تمام، أعيدها مرة ثانية مرة واحدة بس. هذه الطريقة تساعد على إخفاء البطن، تشربها لمدة شهر كامل يوميا، ممتازة جدا جدا جدا، موية دافية، تأثر عليها ليمونة، وتحليها بالعسل الطبيعي العسل الأصلي، مو العسل حق البقالات ذا اللي فيه اللي كله سكر، لا هذا راح يزود وزنك، العسل الطبيعي الصافي، وعرقسوس وزنجبيل، وتشربها على الريق، تشربها على الريق يوميا لمدة شهر كامل مع أكلك الصحي، راح تشوف تحسن كبير جدا في منطقة البطن. رجاء لا حد يقول عيدها، راح تلقونها في البث، وراح من بكرة تلاقون الحلقة موجودة على اليوتيوب، جميع الحلقات اللي شفتوها قبل راح تلاقونها موجودة الآن على اليوتيوب، بس تكتب خليك وحش مع كابتن ويدا خضير وتلقاها، إبراهيم ينزلها من بكرة يوميا، تلاقوا بعد كل حلقة. طيب نطلع فاصل، أوكي نطلع فاصل، بس الآن راح نزل على سنابي، سناب وليد الخضير، القائمة الطعام اللي تجيبونها ويتصورونها لما تجيبونها، وراح أول واحد يجيبها راح أبدأ معاه، ما راح أنتظر فلان ولا علان، وكل أحد يجيبها ويصورها راح أبدأ معاه على طول. يدكم العافية. لأني وحش. رجعنا لكم من جديد وما زلنا متواصلين في برنامج خليك وحش مع أخوك كابتن وليد الخضير. الآن نزلنا القائمة الخاصة بالناس اللي حابة تشاركنا في جروب بلا تكميم موجودة، بس الآن بيفتحنا إبراهيم الانستغرام الخاص في الإذاعة، راح أوريكم السناب الخاص فيني بحيث أنكم تصورونه وتشوفون القائمة. إذن عندكم هذا السناب الخاص فيني، أوكي كذا بس، هذا السناب الخاص فيني، أوكي يعني الناس اللي جالسة تشوف هذا السناب الخاص فيني موجود الآن على انستغرام الخاص في الإذاعة، هذا هو أوكي، هذا السناب الخاص فيني. كل عليك تسوي إضافة وتجيب الأشياء اللي نزلتها لكم الآن، قائمة تجيبها، قائمة تجيبها، هذه هذا هو الحساب، هذا هو الحساب، أوكي يلا ماشي. ناخذ حسين. حسين مرحبا، السلام عليكم. هلا بك، من وين؟ من مكة حبيبي، الله يعطيك العافية، كيف صحتك؟ طيب
تفضل حبيب، تفضل سؤالك. حبيب انا عندي سؤال، انا دخلت النادي وزني كان 105.5 وفي 3 شهور الان وصل 97، هل هذا معدل طبيعي لنزول الوزن او يعتبر ثلاثة شهور الا 20 يوم او الى 15 يوم، يعني شهرين و15 يوم، شهرين ونص يعني بالضبط. ايوه. وكم كان وزنك؟ 105؟ كان 105.5 والان اليوم 97. 8 كيلو في شهرين ونص بالنسبه لوزن، بالنسبه لوزنك انت لا مره قليل، مره قليل. ايوه شايف، وقلت يمكن بالنسبه لوزنك انت مره قليل، شهرين ونص 8 كيلو مره قليل. هو المعدل نزول الطبيعي من 5 الى 6 كيلو في الشهر، بس هي على حسب الوزن، بالنسبة لوزنك أنت مرة قليل يعني يعتبر قليل يعني. أيوة. طيب عندي سؤال آخر كابتن الله يعطيك العافية، الآن لو مثلا نزلت 80 مثلا عشان أعدل الطول، الوزن الطبيعي عندي 80، لو صرت 85 أبدأ أبني عضل بحيث أني أعوض على الدهون الباقية ولا لا؟ أنت أبدأ، أنت بعد ما تخلص الفات أبدأ فكر كيف تتخلص من الترهلات اللي عندك، لأنه 105 ولما تنزل بيكون في عندك ترهلات، حتى لو قلت ما في بيكون عندك الجلد نفسه بيكون فيه طبق الترهلات عندك، حتى لو أنت ما قلت مستحيل، لأنه عندك وزن زايد والجسم متمدد أصلا خلقه، فلما ترجع مستحيل ما يكون في عندك طبقة سواء أنت قلت ولا ما قلت، أنا متأكد من معلومات حقاتي. الطول يعني الطول ما يفرق، عشان الطول عندي 179 تقريبا. إيه بس أنت عندك وزن زايد يا حبيب، الآن أنت عندك ترهلات ولا لا؟ بعد ما نزل وزنك ما في عندك طبقات في البطن ولا عندك شيء في الأفخاذ ولا شيء؟ لا. أوكي. تأكد حبيب، تأكد كل الناس اللي وزنهم عالي وذا حبيب، تأكد يعطيك العافية. الناس اللي وزنها عالي لما تخسر وزن أول شيء لا تبدأ حديد ولا تفكر، يعني لا تفكر في العضل أبدا، أصلاً لا تفكر في العضل أبداً. لا يجين واحد وزنه 110 ولا 105 ولا 120 يفكر لو نزل 97 يقول أبدأ أبني عضل، ترى العضل صعب جداً 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 من هنا لين بكرة. مشكلة الناس هنا عندنا ما أخذ أنه الفكرة أنه العضل خلاص يشرب بروتين وخلاص، أو يأخذ هرمونات وخلاص تطلع العضل، ترى المفهوم عندكم خاطئ جداً جداً جداً. يعني عندنا الآن يعني 70 أو 90% من الناس لسه ما تفتحت في موضوع العضل، يشوف هذا يقول انت تاخذ بروتين، هذا يا كابتن العضل عندك بروتين ولا هرمونات؟ انتم باخذين فكره ان الهرمونات شيء سحري، ترى اكبر غلط. انت خذ هرمونات بيديك ورجليك وخلي اكلك ضعيف وخلي تمرينك ضعيف، لو في تحسن انا ما عاد اطلع في الاذاعه. اوكي، انا بس اوريكم الناس اللي جالسه تفتي، اللي يقول لك هرمونات ولا اللي يقولك بروتين. البروتين ترى عبارة عن مكمل غذائي، شفت حليب الأطفال اللي يأخذونه ذا، ترى هو نفسه مكمل غذائي. في أشخاص ما تقدر توصل 6 وجبات و7 وجبات فيكملها، مع أنه الاعتماد على الأكل أفضل، ولكن نقول يكمل الوجبات الصباح مثلا يأخذ واحدة وبعد التمرين واحدة على حسب هدفه، يحدد نسبة البروتين اللي يستخدمه. غذاء العضل بروتين، أكل صحي اللي هو عبارة عن بروتين عالي، تمرين قوي، عدم راحة كثير في التمرين، ونوم. أوكي، هذا هو. أما الناس اللي يقول لك ما أدري إيش، أنتم ماخذين فكرة، يعني ابدأ نقص الوزن اللي عندك، بعد كذا لما تنزل تلعب مثلا شهرين ثلاثة تبدأ تحرق الفات، تشيل الطبقة كاملة. بعد كذا ابدأ إيش، العب تكرار، تشد جسمك، ما تقولي طلع عضل، تشد جسمك. بعد ما تشد جسمك بعد 8 شهور 9 شهور ابدا ايش، صرت تعودت على التكرار وتعودت على الوزن، بعد كذا ابدا ادخل حديد، لانه بناء الاجسام وهذا له طريقه معينه في التمرين وله اشياء كثيره معينه، فلا تفكر انها سهله. يعني نصيحه، يعني حاولوا شويه تشوفوا يعني تتفهموا اللعبه اكثر يعني. ايوه عندي، ايوه هم كذا يعني. انا لو اوريك ابراهيم تجيني رسائل أبيك تعطيني شيء، يعني مرة واحد يقول لك أبي أشترك معك، أبيك تنحفني بشهر 10 كيلو، أنا ما رديت عليه والله. يعني تخيل يقول لك سلام عليكم، أنا أبيك أبي أشترك معك وتنزلني بشهر، شوف وتنزلني بشهر 10 كيلو. يعني أنا ما أعرف صراحة، النزول مو بيدي ولا بيدك، أوكي بإرادتك، ولكن كل جسم يختلف عن الآخر.
أوكي طيب 0-1-1-2-1-7-5-8-5-8 0-1-2-1-61-1-61-100 أذكركم بس اللي حاب يربح معانا اشتراك لمدة شهر مجانا في مطعم الركن الصحي، كل اللي عليك تكتب الركن الصحي اسمك والمدينة اللي أنت أو اسمك ووزنك وطولك، معلش الركن الصحي اسمك ووزنك وطولك. اليوم فقط راح تستغل الفرصة، عندنا رابحين اشتراك لمدة شهر كامل يريحك من الأكل وكل شيء، تيجي اشتراك أكلك موجود يوميا لمدة شهر كامل على STC 8-5-10-40-70-13-13 موبايلي 66-3-1. راح نقول لكم خلطة ثانية لإنقاص الوزن، راح نقول لكم خلطة ثانية لإنقاص الوزن، بس أروح وأقول الآن روح على سنابي الخاص، سنابي كابتن وليد الخضير، سوي إضافة، صور الشاشة، جيب الأغراض وصورها لي، وراح أبدأ معاك مباشرة مجانا، ولكن حط تحتها 1000 خط. اللي وزنه فوق 120، اللي وزنه فوق 120 مجانا 110 لا تراسلني لاني باخذ منك فلوس، 110 لا تراسلني، ذي اقول فوق 120 من عيوني، جيب الاغراض وصورها، صور الشاشه وجيب الاغراض وصورها وانت جيبتها، ابدا معك على طول سواء ارسلت في الاذاعه او ما ارسلت في الاذاعه، يعني الناس اللي ارسلت قبل عشان ما نتاخر عليكم. يلا ياسر، ياسر على الهوا يا حبيب، من وين؟ السلام عليكم. من وين يا حبيب؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كابتن وليد كيف حالك؟ أتفضل سؤالك حبيب. الله أنا سويت كل الطرح بالتخصيص وما جاءت نتيجة معي نهائيا، الوزن عندي ما شاء الله 180 والطول 185. الوزن كم؟ 180 والطول 185. إيه سويت زايد وغير وهذا وما جاب نتيجة حية معايا. سويت تحليل؟ لا كل شيء كويس، بس أنا أنزل حتى أبو شهر أبنزل 2-3-4 كيلو أرجع مرة ثانية أطلع زي كذا أزيد الوزن. طيب يعني روح على السناب الخاص، روح على السناب الخاص فيني، صور الأغراض وجيبها، وأنت ما دام وزنك فوق 120 جيبها وراح أبدأ معك على طول. أرسلك على السناب على طول؟ لا صور الأغراض اللي أنا نزلت على سنابي الآن، أغراض كل من وزنه فوق 120 يصورها ويجيبها وراح أبدأ معاك على طول، ما راح أنتظر أي شخص، يعني مو أنت ما أنت مربوط بأي شخص، تجيب الأغراض تصورها لي أبدأ معاك على طول مجانا. يلا يعطيك العافية حبيب، هلا بك حبيب، هلا والله. ناخذ علم، علم وعليكم السلام، من وين يا علم؟ أنا متصل من الرياض. تفضل. طيب أنا وزني كان حوالي 93 لي فترة مسجل في نادي، الوزن ينزل ويرجع، ما أعرف كيف أضبط الأكل. ضبط أكلك، هدفك إيش في ذا النزول؟ أيوة أنا كان عندي مشكلة في ضربات القلب تكون قوية شوي. زيادة في ضربات القلب، يعني سويت تخطيط؟ سويت تخطيط وكل شيء، قالوا لي ما في شيء مخيف بس نقص وزنك. نقص وزنك. ايه تمام. طيب شوف التخطيط اللي انت سويته موجود معك؟ الا موجود. طيب موجود، خلاص روح على سنابي وصور لي التخطيط. ها طيب وابشر. تمام اوكي يلا. اوكي يلا. ممكن بس اخذ الاسم على السناب؟ كابتن وليد الخضير. اوكي اوكي يلا. محمد هلا بك يا محمد، تفضل. من وين؟ مساء الخير، من الدمام. طلعوا. تفضل حبيب سؤالك. كيف حالك؟ طيب. هلا بك. تفضل يا كابتن وليد، انا وزني 93 وابغى مشترك في نادي طبعا. وابغى انزل وزني. طيب انا يعني الناس اللي مشتركه في نادي، انت ليه ما تمسك المدرب اللي معك وتقول له انا ابغى انزل وزني؟ مسكت المدرب ويعطيني والله مجهود يومي. طيب طيب خلاص خليك مع المدرب حقك، يعني شوف نصيحة سواء أنا ولا غيري، خليك مع شخص واحد، خليك مع شخص واحد طبق كل معلومات، لو أنت مش مقتنع فيه كنسله. قبل ما ناخذ اتصال ثاني إبراهيم، أي أحد مشترك في نادي عندك مدرب تمام، يعني عشان تدري أنه أنا ما أدور مصلحتي، عندك مدرب تابع معه، اسأله يعطيك جدول، لازم يكون تحت إشرافه، يعرف وزنك وطولك ويشوف جسمك وتفاصيل جسمك والأشياء هذه ويعطيك شيء مناسب. لا تكون يعني تتدرب مع شخص تروح تسأل شخص ثاني،
لا تدخل نفسك في دوامة، خليك مع شخص واحد، ما أنت مقتنع معاه غيره. لكن لا تقول أنا تابع مع شخص وطيب أبغى استشيرك هو يعطيني كذا ويعطيني كذا، لا خليك معاه ما دام أنت اقتنعت فيه واخترته من البداية خليك معاه. أوكي طيب أحمد، أحمد أي أو أيمن، أوكي أيمن، أيمن أيمن نعم أيمن تفضل أيمن سؤال. مساء الخير أول شيء، أنا أيمن نخلي من جدة. تفضل سؤالك حبيبي. حاب أشترك معاكم، أنا وزني طبعا كان 130، اشتركت بالصالة نزل لين 25 يعني نزل 5 كيلو بعد رجع وقف، صار عملي مكتب وصلت 145 أو 150 الآن وصلت. طيب ادخل على السناب وصور الشاشة وجيب الأغراض وصورها لي وابشر. الشيء الأغراض أنا سمعت لا الأغراض في موجودة في السناب، أنا ما أقدر أقولها، الأغراض موجودة في السناب. لا يعني في السناب موجودة، أنا سمعت كلمة الأغراض في السناب. أي موجودة أغراض أكل في السناب، هذه نستخدمها في الرجيم لك يعني. طيب أوكي هلا بك حبيب، هلا بك، هلا والله. أعيد وزيد الأغراض اللي نزلتها، كل أحد فوق 120 يصور الشاشة ويجيب الأغراض، أغراض هذه أكل، أغراض أكل نستخدمها يعني لك أنت مش لي أنا، ها موجودة في السوبر ماركت، مو عندي، موجودة في السوبر ماركت، في أي سوبر ماركت. أبو أروى، أبو أروى السلام عليكم. وعليكم السلام، من وين؟ كيف حالك كابتن؟ من جدة. تفضل سؤالك حبيبي. أبغى أستفسر منك أو أبغى نصيحتك. أنا وزني كم؟ 59 وطولي 177. فأنا يعني الأكل عندي طبيعي يعني آكل زي كذا ووزني ثابت. إيه سوي تحليل، سوي تحليل، ممكن يكون عندك مشكلة في الغدة، ممكن يكون عندك نحافة وراثية، ممكن يكون عندك مرض السكر، ممكن يكون عندك فقر دم، ممكن يكون عندك ديدان في البطن، هذه الأسباب اللي تخلي الواحد مهما يأكل ما يسمن. أوكي سوي التحليل وراح تطلع لك النتيجة، إذا كان عندك مشكلة حلة وبعدها راح يطلع وزنك على طول، ولكن سوي تحليل أول اللي هي تحليل الغدة، ممكن يكون عندك سرعة في النشاط الغدة الدرقية فيكون عندك سرعة في الحرق، أو يكون عندك ديدان في البطن، أو يكون عندك فقر دم، أو مرض سكر، أو وراثة، هذه الأسباب اللي تخلي الواحد يعني ما يسمن. طيب أحمد، أحمد هلا بك، هلا بك يا أحمد، هلا بك حبيبي. أنا عندي استفسار أول شيء. أنا كان وزني تقريبا 102 وعن طريق أحد زملائي قدامي برنامج اسمه 30 يوم لياقة، كنت أسويه لمدة 3 شهور، واللي نزل لي 97 و 95 نزل عفوا 95 وطلعت عندي ترهلات، وأنا سمعتك من الشخص متصل يقول التكرار، إيش التكرار هذا؟ التكرار شوف أنت وزنك كم كان والآن كم؟ 102 الحين الآن 95. 95 كم لك تسوي كارديو؟ تقريبا 3 شهور. وإلى الآن مستمر؟ لا والله حاليا وقفت. اوكي ترجع مره ثانيه كارديو عندك شهرين لين تنزل وزنك، بعد كذا تبدا تطلع فوق، تلعب تمارين تكرار يعني مثلا الصدر تمرينين، الظهر تمرينين، الباي تمرينين، التراي تمرينين، الافخاد تمرينين، زي كذا مع التكرار، مثلا الجلسه الواحده تلعبها 4 إلى 5 مرات كل جلسه 20، وزن يكون انت حاس فيه ما يكون ثقيل عشان ما تتعب، يكون انت حاس فيه، مع التكرار راح تشيل الطبقه اللي موجوده مع الكارديو واكلك الصحي، ها بتشوف نتيجه جدا. التكرار اللي ما فهمت ايش يعني، قصدك اوزان خفيفه، حديد اوزان خفيفه؟ مو خفيفه تحس فيها يعني، اوكي مو مره خفيفه ما تحس فيها، تحس فيها مثلا يعني الدامبلز مثلا تلعبه مثلا 20 وتريح 20 وتريح 4 جلسات، هذا اسمه تكرار، تكرار 20 مره تكرار، تكررها كذا مره يعني. الناس اللي مثلا يلعب الضخامه وهذا تلقيه يلعب مثلا 12 10 8، انت لا تلعب 20 20 20 15 زي كذا، كل ما كان التكرار عالي كل ما كان الحرق اكثر، فهمت؟ اوكي يلا. طيب بس حبيب خلاص ناخذ اتصال اللي بعدك حبيب، بس حبيب معليش اخذت انا منك كذا سؤال، ناخذ اللي بعد. الو يا حبيب انت على الهواء قبل ما نقطع الاتصال عليك. طيب اوكي نطلع الفاصل، نطلع فاصل وبعدها نواصل. روح سنابي الان كابتن وليد الخضير، صور الشاشه، جيب الاغراض صورها وراح ابدا معاك على طول، هذا خاص باللي 120، 110 لا تصور، 115 لا تصور. اوكي لاني وحش.
هلا وغلا ومرحبا، راح فيكم في الجزء الثالث من برنامج خليك وحش، معنا أخوكم كابتن ويد خضير، ومن خلف الكنترول زميلي إبراهيم الكيري. كل اللي حاب يشاركنا يتصل ويسأل أي سؤال على 011-217-85-85 أو 011-261-61-100. أيضا اللي حاب يربح معنا اشتراك الركن الصحي، اسمك ووزنك وطولك، اشتراك لمدة شهر مجاني، عندنا اليوم فقط رابحين على STC 8-5-10-40 زين 70-13-13 موبايل 66-3-1. إن شاء الله في شيء راح يعني بيوصلني قريب، عبارة عن إبراهيم، عبارة عن شوفان، أوكي، شيء كذا مسوينا زي أشياء خاصة، ما أبغى أشرح أكثر بس خليه يجي. احتياجك يومي معاه أشياء كذا مسوينها، يجي في علبة، احتياجك يومي يعني هو تاكله في اليوم، مقسم تاكله في اليوم، يعني عارف تاكله شوي منه في النهار، فيه جميع يعني احتياجك اليومي، ومش مكلف، يعني تقريبا باليوم يكلفك 15 ريال، وجبة يعني مو وجبة، اليوم كامل يكفيك اليوم كامل. راح أنزل لكم إياه إن شاء الله، بس يوصلني بكرة ولا بعد بكرة، يعني هو أنا وكيل الخاص، إن شاء الله بيكون في برنامج خليك وحش تفاصيل أكثر. تخيل وجبة كاملة تقسمها مقسمة يوميا، يلا من الأخير. طيب أوكي، ناخذ عبد الغني. أيوة هلا فيك أخوي، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل سؤالك. كابتن وليد معيش، بس أبغى أقول لك إنه أنا وزني 107، الحين وزني 97، يعني تقريبا نقصت 10 كيلو في شهر وثلاث أسابيع، يعني تقريبا شهرين. طبعا من حالي أنا، لأني حاولت أدخل نوادي لي أكثر من سنة كابتن وليد، والله دخلت نوادي هنا عندنا في المنطقة اللي احنا فيها في الباحة، للأسف ما في نادي كويس، يعني المدربين كل اللي فيه هم اللي في الأندية كلهم سيئين جدا صراحة. فما استفدت أبدا، حتى المدربين يعني للأمانة كل اللي يدخلون بلاء الشام واللي يدخلون تخصيص واللي يدخلون حديد يعطوهم نفس النظام، يعني صراحة أنا أعرف المدربين هنا ما يفقهوا شيء، مرة ما يعرفوا أي حاجة، فاعتمدت على نفسي ونزلت يعني الحمد لله. في أنا راضي عن اللي سويته في الحالي في شهرين 10 كيلو، بس أبغى أستمر. أنا حاليا لي أسبوعين أبغى أنزل أكثر، لأني قاعد أمشي على نفس النظام اللي أنا ماشي عليه، بس للأسف يمكن ينزل بجرامات، ينزل 300-400 جرام يوقف. ما زلت في النادي أو بعدين يرجع؟ ما زلت تتمرن؟ للأسف قلت لك النادي، للأسف إحنا هنا في المنطقة اللي إحنا فيها ما فيها نادي. طيب تمشي؟ أنا كل يوم أمشي. أوكي تمام. أمشي بعد صلاة العصر إلى المغرب. طيب شوف، بنحكي ساعة ونص ساعتين. طيب شوف إيش عبد الغني، عبد الغني شوف يا عبد الغني، تفضل. أنا مشكلتي عارف. طيب تواصل معي في السناب، شوف عبد الغني تواصل معي في السناب كابتن وليد خضير، ولكن تكفى شوف، يعني أنا بعطيك حاجة بس يعني مو لا تكون يعني هي مو منه، بساعدك ما دام أنت ما شاء الله نحفت 10 كيلو وباين وعندك إرادة بساعدك. أرسل لي، قال أنا عبد الغني اللي من الباحة اللي كلمتك، وأنا بعطيك، بس يعني أصبر عليه شوي، يعني أصبر عليه يومين ثلاثة ويكون الأسلوب كويس، فاهم؟ في ناس اللي عارف اللي يقولك أنا أبي زي كذا، أنا ماني شغال عندك عشان أقولك أنا أبي زي كذا. أيوة لا أنا أقولك، أنا أشوف أنا صريح معك ومع غيرك، أنا الناس اللي أسلوبها مو كويس حتى ما أرد عليه أحيانا. قل لي أنا عبد الغني، لا اسمعني عبد الغني عليك، قل له أنا عبد الغني اللي من الباحة اللي نزلت 10 كيلو كلمتك في الإذاعة، وأبشر بعطيك برنامج أكل وبعطيك برنامج تمارين تسويها برا في المشي، ما يحتاج تشترك في نادي، وتشوف أول شهر بإذن الله، بإذن الله يعني ما راح يقل عن نزولك من 4-5 كيلو ما دامك أنت نزلت يعني 97 إن شاء الله، يعني نخليها 92 زي كذا لو التزمت. أبشر خلاص يا عبد الغني، هلا بك يا عبد الغني. أبغى أقول لك شيء أخير قبل ما أقفل. تفضل. أقسم بالله إني أحبك في الله، يعني الله أنا من يسلم. أيام لاين سبورت أتابعك. حبيبي يديك العافية. شكرا مون يا أبو، يديك العافية. شكرا جزيلا. طيب في أبو سمير. أبو سمير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بك. من أي مدينة أخوي؟ من مكة. تفضل سؤالك. ما شاء الله
اخوي عبد الغني نفس نظامي، نفس الاسئله اللي كنت بسالك هي وما قصرت. خلاص اجل جاوبنا، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. اجل خلاص انا حتواصل معك جناب. تحت امرك حبيب، تحت امرك حبيب، شكرا لك. طيب ايش اللي يقوله على الهواء عشان نستفيد؟ ايش ما فهم؟ ما فهمت ايش اللي يقوله على الهواء عشان نستفيد؟ ما فهمت. الاكلات اذا قصدكم الاكلات، لا لازم تروح على سنابي وتصورها وتجيبها بعد واشوفها بعيني تصورها وابشر. تحت امرك. فاصل وبعد المواصل. لأني وحش. رجعنا لكم من جديد، هذا الجزء الأخير إبراهيم في برنامج خليك. ذكر بس الركن الصحي اسمك ووزنك وطولك على STC 8-5-10-40 زين 70-13-13 موبايل 66-3-1. اليوم عندنا رابحين، كل رابح يفوز باشتراك لمدة شهر مجانا بالتخسيس، لا يفوتكم. اليوم عندنا اثنين مو واحد. بس اسمك والمدينة اللي انت من، او اسمك وزنك وطولك. طيب يوسف، يوسف هلا بك، تفضل سؤالك حبيب. حبيب كابتن وليد، طبعا انا طولي 174 ووزني كان قبل النادي قبل ما ادخل كان 55 تقريبا. فمع التمارين تقريبا بعد 4 شهور صار وزني 61، واستمريت لي 9 شهور وزني ثابت 61. استعملت بروتين، استعملت امين وكار، ما فادت معي. ايش الامين وايش البروتين اللي استخدمته؟ استعملت سيريس ماس، بعدين حولت النيتروتيك. طيب شو اسمه، انت تبغى ترفع وزنك يعني؟ انا ابغى اضخم، ابغى ازيد وزن. كم وجبه تاكل؟ والله حوالي 4 وجبات بس اليوم. هذا السبب، 4 وجبات للضخامه مستحيل، مستحيل بمعنى كلمه مستحيلها، بس عشان يعرفون الناس اللي يقول لك العضل يطلع بسرعه، الرجال شوف كم وجالس ياكل ولا تحرك ولا حاجه، ويتمرن ولا تحرك، عشان تعرف العضل اللي يقول لك بروتين ولا اللي يقول لك ذا ما يطلع بالساهل، لازم تزود وجباتك. شوف طيب انت كم وزنك الان الحين؟ 61. 61 طولك؟ 174. شوف الصباح زين انت تاكل الشوفان، اوكي؟ ايه الشوفان. وتحط مع حليب الشوفان، جيب دائما الشوفان سريع التحضير. حلو. سريع التحضير مكتوب عليه، تحط معه حليب وتدخل بالصحن طيب، وتحركه مع بعض وتدخله في الميكرويف لمده دقيقتين. بعد كذا تطلع تحط معه عسل ومكسرات زين، عسل ومكسرات وتاكله. هذا واحد تمام. بعدين بعد ساعه تاكل حبتين يعني موزتين، اوكي؟ طبعا اول ما تصحى تشرب اللي هو السيريس ماس هذا البروتين، بعدها بنصف ساعه تاكل وجبه الشوفان، بعدها بساعه حبتين موز، وجبه الغداء 250 عندك وجبات البروتين اللي هي صدر دجاج او لحم او سمك فيليه سمك او سلمون، والكارب 200. اوكي خليك على هذه 4 وجبات. الاخيره يعني الافضل، يعني انت تاخذ 4 وجبات 200 200 200 200 والاخيره خليها 100، الخامسه 100 والسادسه بدون كارب، عشان برضو يعني ما يطلع لك بطن. وشوف جرب هذه وشوف النتيجه. وبالليل طبعا وقبل بعد التمرين مباشره كمان الكازين، شو اسمه هذا السيريس ماس اشربه. اوكي طيب حلاوه حبيب. يلا اذكر بس الناس تروح الآن على السناب الخاص فيني كابتن وليد الخضير، ونزلت لكم قائمة أكل، الحابة تشترك معنا يجيبها طبعا مجاني، تجيب الوجبات تصورها، تصور الشاشة وتجيب الوجبات وتصورها، لما تجيبها راح أبدأ معاك على طول من غير انتظار أي حد. سناب كابتن وليد الخضير،
واللي حاب يتواصل معي يستفسر أو أي حاجة أو أي شيء برضو الانستغرام كابتن وليد خضير، ننزل فيها تمارين، ننزل فيها أكلات صحية، سنكات، أشياء كثيرة تلاقونها أول بأول في السناب وفي الانستغرام. وصلنا لذا ولا نكمل؟ أوكي نكمل. طيب 011-21-7-85-85 011-61-61-100. طيب الخلطة، الخلطة الثانية برضو اللي تساعد على انقاص الوزن، جهزوا ذا عشان نقولها الحين عندكم، هذه لو استمرت عليها مع أكلك تساعد جدا في انزال الوزن بطريقة يعني سريعة، يعني تساعدك يعني مثلا لو كنت ماسك دايت وتمارس مثلا رياضة تنحف 5 كيلو، هذه الخلطة يعني تعطيك دبل. أوكي تعطيك دبل، ولكن أرجع أقول أكلك وتمرينك. أوكي طيب 150 جرام من بذور الكتان المطحونة، أوكي 150 جرام من بذور الكتان المطحونة، 100 جرام من المردقوش، هذا موجود في عند العطارين. أوكي 100 جرام المرامية المطحونة، تخلطها كلها مع بعض وتأخذ ملعقة كبيرة من الخليط وتحطها في كاس في موية حارة، تخليه لمدة 10 دقائق، ما تغليه، تحطه في كاس موية حارة وتخليه 10 دقائق، بعد كذا تصفيه وتشربه 3 مرات بعد الأكل، يعني بعد الفطور بعد الغداء بعد 10 3 مرات بعد الأكل بربع ساعة، بعد الأكل بربع ساعة. أو الأفضل كمان عشان نجيب نتيجة معاك تمشي بعد ما تشرب المشروب، حتى لو ربع ساعة في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة بتلاقي نتيجة جدا رهيبة. طيب أوكي ناخذ اتصال. يلا مرحبا. مرحبا. هلا بك انت. هلا بك حبيبي تفضل. هلا بك. هلا ولك حبيبي تفضل. معك مثقال عبد القادر. هلا بك. تواصلت معك الاسبوع الماضي وسمعت نصائحك بخصوص الوزن الزائد، وطبعا كمان تواصلت معك على الانستغرام. انا حابب على الهواء بس اشكرك لانه اليوم انا دخلت في اليوم 11 الحمد لله رب العالمين، لأول مرة في حياتي بستمر بنظام غذائي إن شاء الله، وكل هذا يعني من بعد فضل يعني من بعد الله بفضلك كابتن وليد حبيب على راسي، جزاك الله خير والله بيعلم إني أنا بحبك في الله وأنت من الأشخاص اللي جدا أثروا في حياتي. على راسي والله مثقال. طيب كم ب11 يوم كم نزلت مثقال؟ 11 يوم تقريبا وصلت لل7 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله وحش والله. طيب صورت الشاشة؟ والله يا كابتن عم بحاول أدور على سناب بس شوي مش قادر ألاقي. طيب خليك شوف تقديرا لك يعني مش عشان الكلام اللي في الهواء، تقديرا أنك أنت في 11 يوم ما زلت مستمر، لأنه أنا أذكرك أنت أول مرة تسوي، إذا كان معلوماتي صح أول مرة تسوي رجيم صح؟ صحيح. أوكي طيب خليك، إبراهيم بيعطيك الرقم الخاص فيني، تواصل معي على الواتس بصور لك ذا برسله لك على الواتس. أبشر رسل لي بس وأنا برسل لك عليها وتحت أمرك ولا يهمك. شكرا على راسي. شكرا على راسي. على راسي. إذا أخذت الأغراض هذول كيف ممكن أوصل لك حتى؟ على خليك تواصل معي على الواتس بإذن الله. هلا بك. هلا والله هلا. الناس اللي يحس فيها فايدة والله ثم والله ثم والله لا أوقف معها. أوكي الناس اللي فيها فصل مثقال فصل اتصالك، اتصل مرة ثانية، إبراهيم جالس ينتظرك، حتى لو قفلنا اتصل مرة ثانية إبراهيم بيعطيك، حتى لو ختمنا اتصل مرة ثانية أخوي مثقال وأنا عند وعدي، اتصل مرة ثانية إبراهيم يستناك، حتى لو خلصتنا إبراهيم مكمل يبيعطيك الرقم الخاص فيني، أو حتى إن شاء الله تكون أنت اللي تتصل. طيب فوالله ثم والله لا أوقف معكم، اسمع كلامي وخليك تمام وراح تنزل تمام. اوكي انستغرامي كابتن وليد الخضير، سنابي كابتن وليد الخضير، بالاسلوب الحلو بالطلب الحلو. اوكي بعطيك عيوني، اما انا ابي شيء ينزلني 10 كيلو انا ما ادري ايش، انسى انسى ارد عليك انسى تمام. اوكي طيب يلا خلاص خلصنا، اتصل عليك. اوكي تمام كويس، اتصل مرة ثانية. لا تنسون سنابي والإنستغرام
والاسم راح نختاره، والاسمين اليوم راح نختارهم وراح يتواصلون معاكم وراح يسلمونكم الجائزة بحيث انك تبدأ الاشتراك. يعطيكم العافية، اللقاء، مع السلامة.